كلينيكال مانيفستيشن ولكن هتبقى هايبر شويه، هيبقى كلينيكال مانيفستيشن للجريفز، يا اما كلينيكال مانيفستيشن ريليتد للهايبرثايرويديزم نفسه او ريليتد للجريفز بقى سبيسيفيك للجريفز. الهايبرثايرويديزم اللي هو طبعا بلاقي البيشنت دايما في عز الساعه اللي احنا فيها دي مش مدقق هدومه، حران، ممكن مشغل مراوح، الويت لوس، بياكل كتير ومع ذلك بينزل في الوزن، ده برضو من الحاجات اللي هي الهايبرثايرويديزم. فاحنا بنقول ان الثايروكسين هو الكي اوف الادرينالين تو اكت على السيلز، هو المين امباكت افكت على الادرينالين. لو هنقول على المانيفستيشنز، الحاجات مثلا هي بزياده البيزل ميتابوليك ريت، هلاقي البيشنت فيه اكسسيف سويتنج، الهيت انتولرانس، انكريز التال موفمنت، الويت لوس اوف سبايت، انكريز الابيتايت. الكارديو فاسكولار ممكن الاقي في بيشنت يجيلي ديزنيا، طبعا الاريزميا والريجولار هارت ريت، بلاقي البيشنت دايما عنده تاكيكارديا سواء كان هو صاحي او نايم في تاكيكارديا. وطبعا المين اريزميا اللي بتبقى موجوده المالتيبل اكسترا سيستول والاي اف، وممكن ريسك للكونجستيف هارت فيلر وريسك كمان يدخل في كورونري هارت ديزيز. على النيورو ماسكولار طبعا ده كتير جدا، يعني نكتشف ان الحالات من النيورو ماسكولار مانيفستيشنز بيشنت نيرفس ريتابول، عنده انسوميا، ايموشنال ديستربنس، بيدخل في سايكوزس. طبعا المسل ويكنس كومن جدا انا بشوفها مع البيشنت دول، واللي هو الهايبوكاليميك بيريودك باراليسيس. الجاسترونتستاينال برضو كتير ان احنا يبقى البيشنت بيشتكي من دايريه وادور على سبب الدايريه الاقي البيشنت هايبر ثايرويديزم. فلو لقيت البيشنت عنده دايريه ممكن مال ابزوربشن سندروم، ديسبيبسيا بقى والويت لوس. طبعا عالبون برضو طبعا زي ما احنا قلنا هو بيزود الريسك بتاع الاستبروزس، فلاقي البيشنت دول ممكن الريسك الاستبروزس والباثولوجيكال فراكشرز مثلا تبقى كومن. فلو انا عملت البيشنت ده الديكسا سكان هلاقي فيه ديكريز للبون مينرال دينستي. السكين برضو ممكن يبقى رجالي بيريرايتس، طبعا الورم مويست سكين يبقى في عز الحر الساعه اللي احنا فيه الاقي دي عرقانه مثلا، ده كتير جدا. واللوكالايزد ايديما والالبيشيا والفيتيلوجو كبرت من الاوتو اميون ديزيز برضو. والحاجات اللي هي الهايبر فاسكولاريتي زي البالمر اريسيما والسبايدر نيمور. ميتابوليك البيشنت دول بيبقى عندهم هايبوكوليستريليميا، وممكن طبعا الهايبر جلايسيميا لان الثيرويد هرمون نفسه بيزود الانسولين ريزيستنس. جينيتال ابنورماليتيز طبعا في الميل ممكن الاقي كتير جدا ميل اللي بيبقى عنده جينيكوماستيا، الريبتالس فانكشنز، الانفرتيليتي والهير لوس. الفيميل المنسترال ابنورماليتيز لان ممكن يجي لي بامنوريه او اوليجومنوريه ويديكريز الفرتيليتي وينكريز الانسيدنس طبعا للمسكارج. اي حاله عندها مسكارج او ريكورنت مسكارج او ابورشنز لازم ندور على اي ابنورماليتي في الثيرويد سواء كانت هايبر او هايبر. طبعا الحاجات اللي سبيسيفيك بقى للثيرويد نفسها اللي هي الجريفز. الجريفز اوسموزس زي ما احنا قلنا هي جزء برضه اوتو اميون، ان هي نتيجه للثيرويد انتي بودز اللي بتتكون فبتعمل لي جلايكوزامون جلايكين ديبوزيشن. فلاقي البيشنت دول ممكن يجي بقى يعني البيشنت يجي لي بيري اوربيتال اديما، ممكن السويلنج في الكونجنكتيفال، الزيروزس مثلا، الكيموزس، ممكن يبقى في مشكله في الفيلد نفسه بتاع البيشنت. فغالبا الشكوى بتاعت البيشنت هيجي لي يا اما دراي اي بابنس يا ديبلوبيا يا اما فيجوال لوست مثلا. الساينس اللي انا بشوفها في الحالات بتاعت الاوبسموباسي جريفز اوبسموباسي اللي هي الليدر بريتكشن. الليدر بريتكشن المفروض ان النورمال ان الاوفر اي ليد بيغطي الاوفر ثيرد اوف ذا كورنيا، لا هلاقي هنا السكلير نفسها بدات تظهر طبعا، واللور لمب اللور اي ليد المفروض ان هو جاست تاتش لللمبس. فانا بلاقي البيشنت ده في جزء من السكلير بيبقى باين، فده اللي بنسميه ليدر بريتكشن او دار لمب ساين. وده السبب الرئيسي ان هي الستيرنج لوك. اما ببص على البيشنت ده بلاقي الستيرنج لوك دي ساينس مهمه جدا للاوبسموباسي. تاني حاجه اللي هي الليد لاج. الليد لاج ان انا اخلي البريد يبص لتحت هلاقي اللي هو العين هتنزل ولكن الليد نفسه هيتاثر شويه، بنسميها ليد لاج. الحمد لله سلام. هي نفسها بتنزل ولكن الليد بيتاخر شويه على ما بينزل فبنسميها ليد لاج او موبيا ساينس اللي هو بول كونفرجن. خلي اجيب حاجه مثلا اقربها للبيشنت كده لا عنده في مشكله في الكونفرجنس، او ان انا اخليه مثلا يثبت راسه ويبص لفوق بعينيه الاقي فيه ديكريس في الكريسز نفسها اللي في الفورهيد. طبعا توبوكوزس نتيجه لو يعني في واحده فيها ليدر ريتراكشن والثانيه وزن نورمال فلاقي ان هي في حاجه اسمها توبوكوزس. طبعا الاكزوستالموس ده الموست كومن اللي بشوفه في الجريبس والشمبسي. الاكزوستالموس ده ممكن يبتدي من الاخر برضه اشوف ان ممكن يكون حاجه فوق برين تيومرز ولا حاجه وتطلع ان هي بدايه جريبس ولكن هي بادئه يونيلاترال، عشان كده ممكن يبتدي يونيلاترال او بايلاترال. طبعا البابيليزيما والكورنيال ألسر المالجنت اوكسيستالموس ممكن يحصل بلايندنس خالص نتيجه الاوبتيك نيرف انفولفمنت.
الثيرويد هرموباثي اللي هي بريتيجانكسيديما. هذا مايك؟ مش مايك.